أما هلأ رح ننتقل لمحطتنا الطبية ورح نحكي عن موضوع كتير مهم ومرض بنسمع عنه، ولكن كمان بيختلف كتير الأقاويل فيه بين الماضي والحاضر. زمان صحيح. كانوا يسموه مرض الملوك، وحاليا تختلف طبعا هاي التفسيرات. رح نتعرف على مرض النقرس، اللي هو صورة معقدة من التهاب المفاصل اللي بتترافق مع نوبات ألم مفاجئة وحادة، عن الأسباب وآلية العلاج. كل هالتفاصيل رح تعرفنا عليها الدكتورة فاتن عودة، اختصاصية بأمراض المفاصل والروماتيزم والمناعة الذاتية. صباح الخير أستاذ دكتورة. صباح النور. يسعد صباحك. يسعد صباحك. بالبداية دكتورة خلينا نعرف ونبسط للناس أكثر، شو هو داء النقرس؟ هلأ داء النقرس هو عبارة عن متلازمة استقلابية سريرية بتنتج عن استجابة التهابية لبلورات اسمها يورات أحادية الصوديوم أحادية الهيدرات. هاي البلورات تصير نتيجة تشكلها عند المرضى اللي عندهم ارتفاع حمض بول بالدم. المرض شائع كثير بالمجتمع، نسبة شيوعه 2.5%، يعني هو لو إذا حسبنا النسبة فهي نسبة كثير كبيرة بتكون، بصيب الذكور أكثر من الإناث. هذا الشيء بيكون قبل سن الأياس عند الإناث، لكن بعد سن الأياس عند الإناث بتصير الإصابة متعادلة بين الذكور وبين الإناث. المرض بيصير فيه إصابات مفاصل متعددة، بيصير فيه إصابات كلوية، فلذلك هذا المرض نحن لازم شوي نكون منتبهين له، نعرف نشخصه من البداية مشان ما نوصل للمراحل النهائية له. طيب دكتورة خلينا نحكي عن أبرز مسبباته. يعني اليوم حضرتك قلتي له علاقة بتركيز الحمض البول في الدم. بالدم. طب شو السبب اللي بيؤدي؟ هل هو نمط الغذاء، نمط الحياة، شو السبب؟ تمام. هلأ أول كلمة قلناها أنه هو متلازمة سريرية استقلابية، يعني في شيء له علاقة بالاستقلاب بالجسم. فعنا أكثر من سبب. السبب الأول اللي هو استقلابي، شو يعني سبب استقلابي؟ ممكن يكون بدئي ضمن الجسم، اللي هو اضطراب وخلل بالخمائر اللي بتصنع حمض البول بالجسم، بصير في خلل فيها فبصير في ارتفاع بحمض البول بالجسم. السبب الثاني هو سبب ثانوي ضمن الأسباب الاستقلابية، اللي هو له علاقة ممكن يكون بالغذاء مثل ما حضرتك تفضلتي، الحمية عالية البروتين ممكن تسببه، البدانة الكحولية ممكن تسببه، في أمراض تانية ممكن تسببه مثل الخباسات، مرض الصدفية، ممكن الاضطرابات النخي التكاثرية واضطرابات الليمفية التكاثرية، كلها ممكن تسبب هذا المرض. أدوية مثل المدرات، مثل السليسيلات أو الأسبرين اللي كتير ناس بتاخده، مثل الأدوية سامات الخلايا، كلها ممكن تسبب هذا المرض. هلأ الأسباب الثانية اللي بعيدة شوي عن الناحية الاستقلابية هي أسباب كلوية. قصور الكلية المزمن ممكن يعمل ارتفاع حمض بول بسبب نقص اطراح الحمض حمض البول عن طريق الكلية. الكلية متعددة الكيسات كمان ممكن تعمل هذا الشيء. عندنا أمراض تانية مثل قصور الدرق، فرط نشاط جارات الدرق، ارتفاع ضغط الدم، كلياتها من الأمراض اللي ممكن تعمل ارتفاع حمض بول الدم. طيب دكتورة خلينا نحكي، يمكن نحن عندنا للأسف ثقافة منتشرة بشكل كتير كبير هو آخر خيار الدكتور يمكن، والاستشارة هي بتكون آخر خيار، والشخص للأسف بيروح لعند الدكتور بمراحل متطورة. خلينا نحكي لما ندق ناقوس الخطر، الأعراض، يعني مو نقول إنه هذا ألم عادي بيمره، أنا باخد حبة مسكن، شو هي الأعراض اللي أنا ممكن أقول لا لازم أتوجه لعند الطبيب لحتى ما تتطور الحالة وأقدر أعالجها؟ تمام. العرض الصارخ اللي أول ما بيبدأ المرض عنا هو إنه يكون في عنا نحنا هجمة اسمها التهاب مفصل نقرسي بنسميه، اللي هو بيكون هجمة لالتهاب مفصل وحيد. هذا المفصل ممكن يكون أي مفصل بالجسم، بس غالبا ممكن يكون مفصل المشتي السلامي لإبهام القدم. 50% من الحالات بيبدأ بهالمفصل هذا، هي البداية. ممكن يبدأ بمفاصل تانية، لكن النسبة الأعظم نص المرضى بيبدوا بهالمفصل هذا. بالمراحل التانية ممكن ينصاب مفاصل تانية. كيف بيحس المريض بهالهجمة؟ بده يكون في عندي ألم شديد أثناء الهجمة، سخونة، احمرار، حرارة موضعية بحسها المريض ضمن هالمفصل هذا. الألم ممكن يفيقه بالليل، يعني مؤلم جدا بحيث أنه ما يخليه. درجة الألم تختلف، يعني ممكن تحدد تطور الحالة ولا ما العلاقة؟ الهجمة المبدئية حتكون شديدة جدا عند المريض، أول هجمة حتكون شديدة، فحيكون في هذا الألم اللي مع الإحمرار والسخونة والحرارة اللي بدها تخليه المفروض إنه يراجع الطبيب بهالموضوع هذا. المفاصل الثانية ممكن تنصاب هي أي مفصل بالجسم، الركبة، الكاحل، المعصم، المرفق، بس المفصل المشتي السلامي 90% من مرضى النقرس لازم إنه يكون منصاب عندهم. الشغلات الثانية اللي ممكن إنه نحنا نتوجه فيها
هو الإصابة الكلوية، الحصيات الكلوية اللي هي حصيات حمض بول اللي بتشكل 40-50% من الحصيات اللي بتصيب الكلية. ممكن المريض يطرح حصية نضطر نعمل لها تحليل نشوف انه هي حصيات حمض بول، او نتوجه من الاستقصاءات السريريه من الفحص تبعه من القصه تبعه انه هي حصيات حمض بول، وبالتالي بدنا نعالج بهي. يعني تكرار الحصيات ممكن ينزل بداء المقروص؟ اكيد. طيب دكتوره خلينا نحكي عن العلاج بشكل اوسع اليوم. هل مرض النقرس من الامراض اللي ممكن يتعالج منها الشخص بشكل نهائي، ولا هي لا من الامراض اللي فينا نسميها مزمنه، نحن بنخفف الاعراض بنحاول نحصر المرض ما يتفاقم؟ تمام. هلا مرض النقرس هو مرض مزمن اكيد هذا الشيء. بعلاجه في عندنا شقين، الشق الدوائي وشق الحميه اللي لازم يتبعها المريض. الشق الدوائي حتى بينقسم لقسمين، للهجمة الحادة اللي هلا نحن حكينا عنها مع الأنسي هون، انه لازم نعالج الحالة الهجمة الحادة، نعطي المريض مضادات الالتهاب، نعطي الكولشيسين، نعطي استيرويدات جهازية. هي بتعالج أعراض الهجمة الحادة، هي مشان تعالج الحد ذاتها، بتخفف الحالة الالتهابية الموجودة وتخف الحالة الالتهابية في الأعراض، حكما هي حتخف بزوال الحالة الالتهابية. بالنسبة للنقرس المزمن فنحن بدنا نعطي حمية وبدنا نعطي أدوية. الأدوية لازم تكون متلازمة مع الحمية، الحمية لوحدها ما حتكون كافية لأنه نحد المرض، الأدوية لحالها ما حتكون كافية أنه نحن نحد المرض، لازم يكون تآزر بين اثنين. الأدوية في منها طارح لحمض البول، في منها مثبط لتشكيل أنزيم اسمه كزانتين أوكسيداز، هو اللي مساعد لتشكيل حمض البول بالجسم، فنحن وقت نثبت هالإنزيم هذا نحن منخفف حمض البول الموجود بالجسم. الكولشيسين، لاستيرويدات، كلياتها بتساعد بهالموضوع هذا. الشق الثاني اللي هو صعب شوي المريض يلتزم فيه اللي هو الحمية، نحن لازم ننصح المريض انه يغير نمط حياته، نوضح له المخاطر اللي ممكن تصيبه عن طريق هالمرض، مو بس بالموضوع الإصابة النقرس المفصلية، وإنما أيضا بموضوع القصور الكلوي اللي ممكن يصير معه نتيجة هالمرض هذا، ممكن يصير معه ارتفاع ضغط دم نتيجة هالمرض هذا، فنحن بدنا نوضح له هالموضوع عشان هو يقدر يلتزم بالحمية اللي نحن حنعطيها. الحمية بتكون انه نحاول نبعده عن الأغذية الغنية بالبروتين، اللحوم الحمراء، المأكولات البحرية كتير بترفع حمض البول، البقوليات ايضا ممكن ترفع حمض البول. في عنا خضار خضراء بتكون غنية بمادة اسمها البورين مثل السبانخ، هاي الأكلات لازم يخفف منها المريض. الكحول لازم نحاول نقنعه انه الكحول هو من العوامل الاساسيه برفع حمض البول، ونحن لازم انه نخفف اخذ الكحول. بالمقابل في ادويه اكلات ثانيه ممكن انها تساعده على خفض حمض البول مثل الحليب ومشتقاته، بنساعده انه يستمر باكل هالاشياء اللي ممكن تساعد بخفض حمض البول. دكتوره خلال حديثك قلتي طرق العلاج الدوائي والحميه اللي بتحد من مرض داء النقرس، لما نقول نحد يعني نحد من تطور الحاله، يعني ما في شفاء بشكل كامل بيتمم لازم المريض، ولا لا ممكن نخفف من مستواه؟ نحن المرض قلنا انه هو مرض مزمن، لكن اكيد مع استمراريه العلاج واستمراريه الحميه حتنزل الحاله الالتهابيه لادنى مستوياتها. نحن وقت تنزل الحاله الالتهابيه لادنى مستوياتها فالمريض هو مريض هاجع، يعني مريض فينا نقول شبه غير مصاب، مستقر حالته. تمام، مستقر الحالة. نحن بدنا نوصل مع المريض لهي حالة استقرار الحالة بحيث انه ما تتكرر الهجمات بشكل دائم عنده، ولا انه يصير عنده المضاعفات اللي حكينا عليها. فالمرض مزمن، علاجه شبه دائم، ممكن اكيد الحمية يخفف منها شوي المريض وقت بيكون استقرت حالته، ممكن يشدد عليها وقت اللي بتكون الحالة اسوأ، بس بشكل انه هو لازم يبقى مستمر بالعلاج. دكتوره فاتن كمان خلينا نحكي اليوم، ما حضرتك قلتي انه بعض المسببات منها حصايا الكلى وغيرها من الامور، هل الامراض الاخرى اذا مثلا المريض مثلا كان مصاب بامراض ثانيه ممكن تؤدي مع الوقت انه هو ينصاب بداء النقرس، مثلا مثل مرضى السكري، مرضى الضغط، مرضى القلب اللي بيعانوا مع الوقت من عدم مثل ما بيقولوا الحركه الطبيعيه للدم بالجسم، هل هذا الشيء ممكن
ممكن يأثر فيما بعد لينصاب بهيك أمراض؟ مرضى ارتفاع ضغط شرياني 100% مؤهبين إنهم ينصابوا، طبعا مو الكل لكن هن عندهم بعض إنهم ينصابوا. مرضى السكري ممكن إنهم ينصابوا، حتى الحوامل بعد شهر 24 بعد الأسبوع 24 من الحمل أيضا ممكن إنه يصير عندهم فرط حمض البول بالدم. فهي الأمراض تعتبر مؤهب للإصابة بارتفاع حمض بول الدم وبالتالي الإصابة بالنقرس والتوابع اللي حتيجي عنده. تمام. طيب دكتورة، يمكن نحن بنعرف أنه دائما أمراض المفاصل والتهاب المفاصل دائما نربطها بالعمر الكبير، اليوم عم نشوف بأعمار مبكرة للأسف، خلينا نحكي عن العمر، شو اللي اختلف؟ اختلفت يمكن فينا نقول الحياة أو الستايل الحياة بشكل عام أو البيئة. تمام. مرض مثل مرض النقرس الحالة الطبيعية أنه غالبا بصيب فوق الأربعين، لكن عم بصيب كل الأعمار. أكيد أسلوب الحياة هو اللي اختلف، أكيد أسلوب الأكل اللي نحن عم نتناوله هو اللي اختلف، أكيد بين أنه الواحد كان يعتمد على وجبات بتوقع شوي طبيعية بين صار يعتمد على وجبات جاهزة يعني هذا كلياته بيأثر على هالموضوع. هذا ما بقى في ممارسة رياضة بتوقع بالشكل النظامي، صار في بدانة عند في نسبة كبيرة صار بالمجتمع عندها بدانة، كل هاي القصص أهبت إنه يتطور المرض ويزيد نسبته. نعم دكتورة، بداية حديثنا قلنا إنه زمان كان يقال عن مرض النقرس إنه هو داء الملوك. تمام. شو السبب؟ تمام. هلا داء النقرس هو داء الملوك وبنفس الوقت اسمه كمان داء الفقراء. ليش؟ لأنه سمي داء الملوك بسبب أنه هو مثل ما حكينا بيصير نتيجة أكل اللحوم الحمراء المأكولات البحرية اللي هي أطعمة غالية نوعا ما. الطبقة المرفهة كانت تأكلها اللي كانت تأكله. داء الفقراء لأنه بيصير نتيجة تناول البقوليات، البقوليات هي الطبقة كمان بروتينات المجتمع كمان بروتينات عالية. تمام بالضبط. فلذلك هو داء الملوك وهو داء الفقراء بكل الأحوال في إصابة عند كل أفراد المجتمع. لازم الاعتدال دائما وخصوصا بالبروتين لأنه هو المسبب الأساسي. هو المسبب الأساسي. تمام. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن طرق الوقاية. لما أقول أنه مثل ما حكينا خلال حديثنا عم نشوف الإصابة بعمر مبكر وقبل ما كنا نسمع عن هذا الداء بأعمار صغيرة، الوقاية لحتى أنا ما أصاب بهذا المرض، وإذا ممكن يكون في حالة بالعائلة كمان موجودة العامل الوراثي بيلعب دور ولا لا؟ أكيد. الوقاية أول شيء لازم نعمل رياضة بشكل دائم مشان نحمي حالنا من البدانة مشان ما نطور هالمرض هذا عنا. ثاني شيء الكحولية لازم نبعد عنها. التدخين لازم نخفف منه. يكون أسلوب غذائنا هو أسلوب نظامي، ما نزيد البروتينات. بالمقابل نحن عم نقول ما نزيد البروتينات، ما نقص كمان على حالنا بالنسبة للإنسان طبيعي. طبعا نحن عم نحكي كوقاية إنه يكون طعامنا معتدل، في شيء من البروتينات وفي أشياء تانية اللي بتساعد. صحيحة بالضبط. لا نحن عنا من العادات مثلا عندك الفطور المسبحة والفول وهي القصص انه بشكل دائم يومي 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 هذا الشيء عم بيكون له تأثيرات سلبية. في بعض أفراد المجتمع كتير بيعتمدوا على اللحوم بيأكلوا، وهذا الشيء عم نشوفه كتير بالعيادة انه بيعتمدوا على اللحوم بطريقة مو طبيعية، انه وجباتهم يوميا يوميا هي عم بتكون لحوم، فهذا شيء سيء جدا. وهل أفراد هدول عم بيكونوا مصابين 100% بداء النقرس. الشيء الثاني انه نحن ننتبه لمرضى اللي عم بياخذوا الاسبرين او السليسيلات. الاسبرين مؤهب بحد ذاته انه يعمل فرط حمض بول دم بحيث انه نراقب هالموضوع بشكل مباشر. مرضى قصور الكليه كتير 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 يعني نسبة 90% مؤهبين انه يصير عندهم مرض نقرس. فمرضى قصور الكلية نحن بدنا نراقب عندهم بشكل دائم حمض البول بالدم لنشوف في ارتفاع ما في ارتفاع، شو الوضع اللي صار عندهم بحيث انه نحمي هالموضوع. هلا هون بدي بس نوه على شغلة صغيرة انه قصور الكلية مثل ما قلنا هو بيعمل فرط حمض البول بالدم. فرط حمض البول بالدم بحد ذاته كمان بيعمل قصور كلية، يعني هون نحن دخلنا بدائرة معيبة عملية تبادلية. بالضبط. هذا بيؤدي لهذا وهذا بيؤدي لهذا. فنحن بموضوع حمض البول والكلية لازم نكون كتير منتبهين على تآزرهم مع بعضهم، ندرس بشكل دائم وظائف الكلية، ندرس بشكل دائم عيارات حمض البول بالدم. نعم. طيب دكتورة، حضرتك قلتي بداية الحديث انه الأشخاص اللي بينصابوا بداء النقرس الأغلبية منهم أول شيء بيجيهم مثل ما بنعرف بالإصبع الكبير بالرجل. تمام. لكن كمان عم نشهد هلا حالات كتير عم بتروح تشخص مثلا النقرس وجاي عندها برقبة،
ما جاي لا بالرجلين ولا بالإيدين، هل هذا الشيء ممكن يكون صح ولا لا ممكن يكون خطأ تشخيص مشان نعرف أيضا؟ نقرص وقت اللي بأزمن على الإزمان فهو حيسيب مفاصل تانية، ما حيبقى بمفصل واحد. طب ممكن شخص ينصاب بالرقبة وما ينصاب برجله ولا حكما لازم ينصاب برجله؟ لا قلنا نحن أنه 50% الهجمة الأولانية، يعني 50% من المرضى، نص المرضى تماما بالبداية حتكون الإصابة بهذا المفصل المشتي السلامي لإبهام القدم. 90% من المرضى خلال المرض بدهم ينصابوا بهذا الشيء. بالنسبة لإصابة الفقار اللي أنت عم بتقوليها هي إصابات نادرة لشيء اسمه توفي. التوفي هي عقيدات تنتج عن حمض البول المزمن، يعني المريض عنده نقرس مزمن أزمن معه المرض شكل عقيدات اسمها توفي، من توضعاتها النادرة جدا هي تكون بالفقار بالرقبة. فهو حالات نادرة جدا جدا انه يجي النقرس بالرقبة بالإزمان، مو بالحالة المبدئية ابدا ابدا. بالحالة البدائية هو بده يجي بالمفاصل المحيطية، سواء كان ابهام المشتي السلامي لابهام القدم، ركبة، كاحل، مرفق، معصم. اما انه بالبداية يبدا بالتهاب ضمن مفاصل الرقبة لا، اما بالإزمان، الإزمان يعني الفترة الطويلة، يعني بعد 10 سنين من المرض ممكن تشكل عنا التوفيات اللي هي عبارة عن بلورات حمض بول محيطة بخلايا عرطة الموجودة بالجسم، بتتوضع بأماكن متعددة بالجسم. أشياء توضع لها هو سيوان الإذن مثلا، ممكن تتوضع بأي مفاصل تانية، مرفق، ركبة، أي شيء ممكن تتوضع على الأوتار. بس من التوضعات النادرة هو أنه تتوضع على الفقار مثل الرقبة، ممكن تتوضع ضمن دسامات القلب، ممكن تتوضع على الحنجرة. فهي إزمان مع إهمال مع كل شيء بالنسبة للمرض، التوفيات هي. أكيد بالختام نشكرك دكتورة على كل المعلومات اللي حكينا عنها، والأهم مثل ما قلنا ببداية حديثنا هي استشارة الطبيب عند الشعور بأي هجمة للوقاية من المرض والاستمرار فيه. شكرا كثير إليك. أهلا وسهلا بالصبايا، وأهلا وسهلا بكل كادر الفضائي الإخبارية السورية. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك.